Workshop. We had a kids class, ballet class, and contemporary class for 3 days in a row at the Lebanese National Theater. This was amazing because it helps to do 3 days one after the other so you can build on learning. So for example, we did the same thing every day, or we learn new things every day, but at the same time you learn how to remember. The next day you feel better doing the same thing, and you can grow this way. جيت أول يوم كنت متوترة وفزعانة مستحية، بس لقيتهم كلهم هون بحبوا بعض مثل الإخوة، سو رجعت صرت أجي بالأيام. كثير حبيت اشتغل مع ليلى بهالوركشوب لمده 3 ايام، كان كثير شيء واو يعني، وحبيت وحبي يعني يكمل معي، يعني ما حبي اترك. وكثير حبيت انه اكون متطوعه هون بالجمعيه وبشاركي بكل شيء. بدي اشكر كل شخص هون يعني، لانه هو قدم لي انه بحس هون بالدفى، بحس انه عندي عائله كثير قويه هون. 3 4 فش. صار في عالم بتفكر انه الرقص كله مثل الرقص الشرقي، هيضل الرقص المعاصر ورقص الباليه غير. لأول مرة بشارك بدورات رقص أو هيك شيء، والباليه كثير حلو وهادي وبعبر عن المشاعر، حبيته كثير، فحابة إنه نضلنا نكمل نتعلم أكثر. اليوم أنا أجيت جديد على المسرح الوطني، فتت على الوركشوب جديد، كان كتير 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 حلو، عجبني كتير. أول شي خجلت كتير، بعدين تعودت عادي، شفت إنه هن كتير كانوا مناح معي، فحبيت كتير. طالب إنه يركزوا على هول القصص اللي بتطلع الطاقات من جوا من الانسان، يعني مش ضروري رقص، فينا نقول رسم، فينا نقول موسيقى، فينا نقول تمثيل، انا كمان بحب مثل مثلا. بحيلا طريقه اي شيء بيطلع الطاقه المكبوته خاصه عنا هون بهذا المجتمع، المكبوته جواتنا، كل شيء بيطلع هيدي الطاقات من دون ما نتخطى اي باوندريز او اي ليميتس، جو فور ات. It was really nice to do all the days, and we had some people coming back and returning every day, or we had new people, so that was also so great. Yeah.